السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي وأعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو جديد من فيديوهاتنا. ولكن أحبتي قبل أن نبدأ الفيديو، نبدأ أولا بتكريم الطلبة والطالبات اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الكويز السابق. تعالوا مع بعض الأول نشوف الكويز كان إيه وإيه هي إجاباته الصحيحة. مسابقة الفيديو السابق كانت عبارة عن ثلاث أسئلة تصويب ما بين القوسين. أول سؤال عندنا، وإحنا عارفين الأسئلة بتاعتنا هي أسئلة أوائل طلبة وممكن تيجي تركات في الامتحانات، فياريت الكل يركز معايا، اللي جاوب واللي ما جاوبش يركز معايا عشان نستفيد. If you are free space وجايب لي me، طبعا ده صيغة سؤال، خلي بالك طالما صيغة سؤال ممكن أقول إيه، will you help me. خلي بالكم دي قاعدة اف الأولى، دي القاعدة الشرطية الأولى. ليه؟ لأن جاي بعد اف مضارع بسيط ار، يبقى الناحية التانية لازم يكون ويل زائد المصدر، بس في حالة السؤال بقول ويل وبعدها الفاعل ثم المصدر، ما يجيش ويل والمصدر على طول مباشرة. يبقى ويل يو هيلب مي، هل ستساعدني لو أنت فاضي؟ if you are free، هل ستساعدني لو أنت فاضي؟ ده الجملة الأولى. الجملة الثانية، space the news read by the reporter yesterday. خلي بالكم دي جملة passive voice، يعني مبني للمجهول، لأن الأخبار وجاي بعدها يقرأ. طبعا الأخبار ما ينفعش إنها تقرأ، إنما إيه، قرأت في الماضي، اللي عرفني إنها ماضي علشان خاطر جايب yesterday في الآخر. طيب يبقى عايز يقول هل الأخبار قرأت بواسطة المعد؟ يبقى هنقول ايه بقى؟ ايوه، طالما في الماضي يبقى هنحط was aware في السؤال بهل في الماضي البسيط المبني للمجهول، يبقى was aware في البدايه، تمام؟ طيب the news مفرد ولا جمع؟ the news تعتبر اسم لا يعد، فبتعامل معامله المفرد، يبقى was the news read by the reporter yesterday. الجمله الثالثه، in case of fire، في حاله الحريق، هنا هيجيب فعل امر، use the emergency door، استخدم باب الطوارئ، هنا فعل امر، خلي بالك. يبقى في حاله من حالات اف ان انا ممكن احط جمله او جواب الشرط احطه في صيغه امر، يعني ابدا الجمله بفعل امر، واحنا عارفين فعل الامر بيبدا بالفعل في المصدر كده، use the emergency door يعني استخدم باب الطوارئ في حاله الحريق، هنا in case of fire يعني في حاله الحريق. كان اصل الجمله if there is fire، لو يوجد fire، if there is fire، طبعا دي جملة مضارع بسيط، use the emergency door. بنبارك لكل أحبتنا اللي أجابوا إجابات صحيحة عن الكويز على الثلاث أسئلة معا، وتعالوا مع بعض ندخل لوحة الشرف للقناة ونشوف هنكرم مين النهاردة. هنبدأ مع أول طالبة متفوقة قامت بالتعليق بالإجابة الصحيحة، وهي الطالبة بسملة أبو زيد، هريج محمد، أحمد رأفت، شهد ياسر، جومانا محمد مصطفى من الفيوم، شروق محمد عبد العظيم من المنيا، بسملة زهران من البحيرة، نورة عادل محمود من كوم أبو شيل، يوستينا أشرف ليون من أسيوط، ريمو محمود، شهد بكر محمد من قنا، نجوى الركيبي، محمد السيد جعفر من سلسل ليان، بسملة علي معتز من الشرقية، نورة عصام الرشيدي من قنا، ندى إسماعيل من الفيوم، ندى عمرو عطية من البحيرة، ندى صابر أسيوط، سلمى ياسر فتحي من الشرقية، شهد فتحي محمد من الشرقية، رميساء مصطفى إبراهيم من كفر الشيخ، شهد أحمد من الدقهلية، فهد حمادة عبد السلام من الفيوم، رفيدة عبد الناصر من الغربية، أسماء إسماعيل العمري من البحيرة، محمد السعيد محمد من الشرقية، محمد سالم محمد من الجيزة، نورة عبد المحسن من الدقهلية، زياد إبراهيم حميد من البحيرة، علي سمير صبري من الإسكندرية، أيوب علي حسن من بني مزار، روان أسامة علي من القاهرة، بدر الصباغ من القليوبية، عمر أيمن سمير من الفيوم، إهداء أشرف من البحيرة، مريم شريف من الإسماعيلية، عمار تامر زرد من الغربية، نور وليد سمير من الجيزة،
الزهراء حمدي الحبوني من البحيرة، ريم محمود سعد من الإسكندرية، محمود جاد، شهد إبراهيم البحيري من الغربية، روان محمد عبيد من الإسكندرية. ألف ألف مبروك ليك وأحبتنا، ودعواتنا ليك يا رب بدوام التفوق بإذن الله. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو هام للصف الثالث الإعدادي، هو عبارة عن امتحان نموذجي على الوحدة التاسعة، امتحان كامل ومطابق لأحدث المواصفات، هنحله مع بعض على الوحدة التاسعة، وهسيب لكم إن شاء الله أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف جميع فيديوهات الصف الثالث الإعدادي اللي حابب يطلع عليها، هتلاقوها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وهتلاقوها برضه هسيبها لكم في التعليقات أسفل الفيديو. وبفكركم أحبتي لو دي أول زيارة ليكم للقناة، سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز أو الإشعارات بتاعتنا أولا بأول. حابب إن أنا أنوه إن في ميزة جديدة تمت إضافتها للقناة، وهي ميزة الانتساب للقناة. دلوقتي تقدروا تنتسبوا للقناة، ومن خلال الانتساب ده تقدروا تستمتعوا بمميزات إضافية في القناة. زي إيه المميزات دي؟ زي التواصل معايا مباشرة على الواتساب، على الجروب الخاص بالواتساب، وكمان هيكون في فيديوهات خاصة بالمنتسبين، وكمان هيكون في بث مباشر خاص بالمنتسبين فقط. لو حابين تعرفوا أكتر عن الانتساب وإيه المميزات التانية اللي للانتساب، هتلاقي زر بجوار زر الاشتراك مكتوب عليه زر الانتساب أو الانضمام، أو لو اليوتيوب انجليش هتلاقيها باسم جوين. من خلال الضغط عليها هتقدروا تعرفوا كل حاجة عن الانتساب. وعذرا على هذه المقدمة الطويلة أحبتي، وهنبدأ مع بعض. أول سؤال عندنا في امتحاننا هو سؤال الدايل، المحادثة بين حمزة وسيف. حمزة بيقول حمزة invites his cousin سيف to his birthday party. حمزة بيعزم ابن عمه سيف على حفلة عيد ميلاده. حمزة بيقول Hi سيف, I'd like to invite you to my birthday party. أنا أود أن أعزمك أو أدعوك على حفلة عيد ميلادي. فسيف بيرد بيقول له Wonderful, رائع. وبعدين سأل سؤال كده فرد عليه حمزة قال له It will be next Monday evening. هي هتكون، هي يعني الحفلة هتكون في يوم الاثنين الجاي مساء. يبقى أكيد السؤال متى ستكون هي، أو متى ستكون الحفلة. متى يعني إيه؟ when. ودي أول حاجة هبدأ بيها السؤال بتاعي، when، أداة الاستفهام. بعد كده بحط إيه؟ بحط الفعل الناقص أو المساعد. أدور في الجملة اللي أنا هسأل عليها اللي هي تحت دي، وأشوف في فعل مساعد أو ناقص عندي. عندي will، يبقى when will. وبعد كده الفاعل it be، when will it be، متى سوف تكون. خلي بالك when أداة الاستفهام، will الفعل الناقص أو المساعد، it الفاعل، be الفعل الأساسي. وده الترتيب الطبيعي بتاع أي سؤال بأداة الاستفهام، لازم نمشي بنفس الترتيب كده يا شباب. طيب سيف بيسأل سؤال تاني فرد عليه قال له I will be 15. حابب إن أنا أقول لكم يا ريت نوقف الفيديو ونحاول نجاوب قبل ما نجاوب، وفي الآخر ندي لنفسنا درجة، ويا ريت تكتبوا لي الدرجة بتاعتكم أسفل الفيديو في التعليقات. شوف هنجيب كام من في الامتحان كله، نقسم الدرجات ونشوف هنجيب كام من تقسيمة الدرجات كلها، تمام؟ يا ريت كل واحد يعرفني هيجيب قد إيه، وبأمانة يعني، أنت طبعًا هتحاول تختبر نفسك وتنتظر وتجاوب على السؤال وتشوف أنا جاوبت زي ما زي أو أنت جاوبت زيي ولا لأ، ولو إجابتك نفس إجابتي يبقى كده تمام. لو شايف ان اجابتك ممكن تنفع اكتب لي برضو في التعليقات وانا هرد عليك اذا كانت تنفع ولا لا. It will be، طبعا بيسأل سؤال تاني فقال له I will be 15، انا هكون عندي 15 سنة، تمام؟ يبقى السؤال كان ايه؟ كم سيكون عمرك؟ يبقى كم عمر يعني ايه؟ How old. وبعدين الفعل الناقص will you be، هو ده الترتيب بتاعنا. How old أداة الاستفهام، will الفعل الناقص جبته من تحت اهو، وبعدين فاعل اي حولته ليو، وبعدين بي الفعل الاساسي ويكون في المصدر عشان ويل قبليه. كم سيكون عمرك؟ وبعدين قال له ار يو فري ات ذس تايم، هل انت فاضي في الوقت ده؟ فالسؤال بار يو يبقى اجابته ايه يا شباب؟ نفكر كده، هسيب لكم دقيقه ثانيتين ثلاث ثواني كده. ايوه يس اي ام او نو اي ام نوت. طبعا هنا هنجاوب بيس اي ام، نعم انا فاضي، لان تحت بيقول له انا ممكن اجيب معايا اخويا الصغير، يبقى اكيد قال له انا فاضي في الميعاد ده. Did you invite our friends؟ ده اللي بيسأل سيف، بيقول له هل عزمت كل أصدقائنا؟ هيقول له طبعا Yes I did. ده سؤال بديد سهل جدا، يبقى Yes I did. واللي خلاني قلت Yes إيه؟ لأنه بيقول له All of them will come،
جميعهم سوف يأتوا أو كلهم هيجوا. طيب can I bring my little brother with me؟ هل ممكن أجيب معايا أخويا الصغير؟ تمام، هيقول له yes you can أو yes of course أو yes sure. yes you can أو yes of course أو yes sure. السؤال الثاني عندنا قطعة وفيها أربع فراغات، والمفروض هملأ الأربع فراغات بأربع كلمات من اللي فوق. تعال نشوف القطعة بتقول إيه. I always used to space the newest phone. أنا دائما كنت متعود space the newest phone، أجدد تليفون. يلا نفكر كده. أيوة سامع حد يقول get هنا معناها باي، بتساوي باي يعني يشتري. أنا كنت متعود إن أنا أشتري أجدد تليفون. I have stopped space that now. أنا توقفت عن فعل ذلك الآن. يلا نفكر يا شباب. I have stopped. يلا نفكر. doing ممتازين. توقفت دايما الفعل stop بيجي معاه الverb ing. توقفت عن فعل هذا doing that now because it isn't a، لأن الموضوع ده إن أنا أشتري تليفونات على طول ده isn't a يا جماعة. ايوه sustainable يعني ليس مستدام او ليس محافظ للبيئه. sustainable يعني معناها مستدام او محافظ للبيئه. and now I use rechargeable space. ودلوقتي انا بستخدم rechargeable ايه؟ تمام batteries يعني بطاريات قابله لاعاده الشحن. rechargeable batteries يعني بطاريات قابله لاعاده الشحن. السؤال الثالث قطعة وعليها بعض الأسئلة، تعالوا نقرأ القطعة. Uber is a new transport system. طبعا Uber هو نظام نقل جديد. It aims at، بيهدف إلى having a car، إنك يكون عندك عربية on demand يعني وقت الطلب. To go anywhere عشان تذهب لأي مكان. This system، هذا النظام is used in Cairo، بيستخدم في القاهرة، جيزة، الجيزة and Alexandria والإسكندرية. whether you are heading to your work يعني معناها إذا كنت بتذهب إلى عملك going on business أو ذاهب إلى وظيفتك تمام or for a visit to someone أو في زيارة إلى حد شخص ما. طبعا هيسألني أكيد or heading دي معناها إيه في آخر الإيه في الأسئلة بتاعتي طالما حاططها بالشكل ده. Uber connects you with a quick reliable ride. طبعا هي بتربطك اوبر دي او بتوصلك بركوبه، هنا رايد معناها ركوبه، reliable يعني موثوق فيها وسريعه quick. The driver knows exactly where to go. السواق بيعرف تماما exactly where to go اين يذهب as he uses GPS maps. لانه هنا اس بمعنى لانه هو بيستخدم جي بي اس مابس اللي هي خرائط جي بي اس. يو كان باي وذر وذ ايذر كاش اور كارد. يمكنك ان تدفع اما بالكاش يعني نقدا او بالكارد يعني بالفيزا كارد. ذيس سيستم ديبندس اون ذا انترنت. هذا النظام بيعتمد على ديبندس اون ذا انترنت على الانترنت. وين يو هاف اوبر ابلكيشن عندما يكون لديك تطبيق Uber on your mobile على الموبايل بتاعك. You can decide يمكنك أن تقرر where you are going أين تذهب. Then you will have many cars to choose. ثم بيكون عندك الكثير من السيارات لكي تختارها. You can easily يمكنك بسهولة know how long the journey takes. يمكنك بسهولة أن تعرف كم طول الرحلة أو كم ستستغرق الرحلة. and what you will pay وهتدفع قد ايه فيها. You don't have to worry as this system is controlled. لا يجب ان تقلق لان النظام ده يتم التحكم فيه and followed online ويتم تتبعه online على الانترنت. Surely بالتأكيد you will ride a clean modern car. بالتأكيد هتركب سيارة حديثة ونظيفة which is usually air conditioned والتي غالبا بتكون مكيفة الهواء. In addition علاوة على ذلك the driver السائق the car owner اللي هو مالك السيارة is a polite well dressed person هو شخص مهندم ومؤدب يعني لبسه كويس ومؤدب.
who is usually والذي عادة بيكون highly educated متعلم تعليم عالي. طيب the underlined word you refers to any كلمة you هنا بتشير إلى إيه؟ بيقول لك application on your mobile you can decide يمكنك أنت إن أنت تقرر مين أنت ده passenger ولا driver ولا car owner ولا system. تمام سامع ناس بتقول رقم إيه passenger اللي هو الراكب. GPS maps are related to space maps. يلا نفكر كده. أيوة تمام online maps. طبعا GPS maps هي خرائط GPS مرتبطة بخرائط على الإنترنت. The main idea of the passage is about الفكرة الرئيسية للقطعة تكون عن the internet, GPS, transportation, mobiles. جميل رقم C الإجابة الصحيحة transportation اللي هي النقل. طيب الأسئلة اللي بعد كده أسئلة مباشرة. How can people pay in Uber transport system؟ الناس تقدر تدفع إزاي في النظام ده؟ موجودة عندنا اهي هتلاقيها موجودة. You will pay application either cash or card هنا في السطر ده يا إما بتدفع نقدي يا إما بتدفع إيه بالكارد بالكارت بتاعك الفيزا كارد. Why do you think لماذا تعتقد a lot of people can use this system؟ طبعا ده سؤال critical thinking يعني تفكير نقدي ممكن ما نلاقيهوش مباشر في القطعة بس ليه تعتقد ان الناس كتيرة ممكن تستخدم النظام ده؟ هنقول لان it needs only internet لانه فقط بيحتاج انترنت and application. ممكن نقول because it's available for everyone لانه متاح للجميع. تمام it's easy انه سهل. ياريت لو شايفين اي اجابات تانية تكتبوها لنا في التعليقات يا شباب. What does the word heading mean؟ خلي بالك كلمة heading هنرجع لها كده في القطعة ونشوف بتعني ايه. بيقول لي whether you are heading to your work إذا كنت بتتجه نحو هنا heading معناها يتجه نحو إيه العمل بتاعه يبقى ممكن نقول معناها إيه بقى كلمة heading. فكر كده يا شباب. معناها إن أنت it means going تذهب or moving towards أو تتحرك باتجاه. طيب أسئلة اللي choose أنا عندي 12 سؤال المفروض هيجي لنا في الامتحان 6 أسئلة أنا جايب 12 سؤال عشان أقدر ألم جميع جزئيات الوحدة. طبعا يا ريت سؤال الاختيار من المتعدد لوحده كده تكتبوا لي درجته جبت كام من 12 سؤال جبت كام سؤال صح. تمام يا ريت درجة سؤال الاختيار من المتعدد تكون لوحدها بعيدة عن الامتحان. أول سؤال عندنا bad weather الطقس السيء affects our lives so we should help space air pollution. يلا نفكر يا شباب. ايوه تمام سامع ناس بتقول رقم ايه اجابه صحيحه رقم ايه decrease نقلل من تلوث الهواء. بامبو از سستينبل نبات البامبو يكون سستينبل. سستينبل هير مينز معناها ايه بقى سستينبل تعني ايه؟ يلا نفكر يا شباب السؤال ده للطلبه المتفوقين. تمام رقم سي كل اللي اجاب رقم سي اكسلنت. مينتينبل يعني مستدام maintainable بتساوي كلمة sustainable. طيب our car will run out of space in 2 minutes برضو ده سؤال للطلبة المتفوقين نفكر فيه. أيوة تمام سامع ناس شاطرة بتقول رقم D excellent معناها إن سيارتنا سوف ينفذ منها البنزين في خلال دقيقتين. خلي بالك run out of معناها يخلص منها. يخلص منها إيه السيارة؟ البنزين طبعا. I don't think I could space my electric toothbrush for a bamboo toothbrush. برضو ده سؤال مستوى عالي شوية محتاج تفكير. بس وردت كل الأسئلة دي جت عندنا في كتابنا يا جماعة. يعني أنا مش جايبها من دماغي أنا جايبها من كتاب المدرسة. تمام give up معناها يترك أو يقلع عن. أنا ما أعتقدش إن أنا هترك الفرشة الإلكترونية بتاعتي أو الكهربية بتاعتي علشان أشتري واحدة تانية تكون بامبو. Number five, an space is a small plant هو نبات صغير which has started to grow from a seed. يلا نفكر كده في السؤال ده وما تنسوش إن إحنا ناخد درجات هنشوف هنجيب كام من ال 12 درجة هنجيب كام من ال 12 إجابات صحيحة. تمام seedling اللي هي الشتلة أو النبتة. Number five هتبقى seedling. Plants النباتات space oxygen for us to breathe. يلا نفكر يا شباب.
Excellent. Number C إجابة صحيحة. Produce. خلي بالكم plants absorb carbon dioxide. تمام؟ لو إحنا قلنا absorb يبقى carbon dioxide. لكن produce تنتج اللي هي الأكسجين. تمام؟ The prefix space can be used to form the opposite of expensive. طبعا بنستخدم البريفيكس إيه علشان نكون عكس كلمة expensive. عكس expensive. تمام. Number C. Inexpensive. Inexpensive بمعنى رخيص. They are space a survey on wildlife in Africa. يلا نفكر في السؤال ده. السؤال ده للطلبة المتفوقين. جميل. Number C. إجابة صحيحة. Doing a survey. يعني معناها يقوم بإجراء بحث استطلاعي أو بإجراء استبيان. They are doing a survey. نحفظ يا جماعة الاستراكشرز دي. We can't continue to use petrol for cars because it's a. يعني نفكر يا شباب. البترول. تمام. Number D. Unsustainable. يعني غير مستدامة أو غير محافظة على البيئة. اللي هي إيه؟ اللي هو البترول اللي هو البنزين. This mountain is 56 meters above the sea space. Excellent. Number B. إجابة صحيحة. Sea level يعني مستوى البحر. 56 متر فوق مستوى البحر. Please plug in the TV. The word plug in can be replaced by. هديكوا 3 ثواني. يلا نفكر مع بعض. Yes. Connect. يبقى كلمة plug in بتدي أو يمكن استبدالها بكلمة connect يعني يوصل. Plug in يوصل. Connect يوصل. We add the prefix space to the verb sustain to make an adjective. يلا نفكر يا شباب. Yes, excellent. Number D. Able اللي هي عشان تبقى sustainable. Sustainable بمعنى مستدام. ننتقل إلى السؤال الخامس عندنا وهو سؤال تصويب ما بين القوسين. ما تنسوش قلت لكم سؤال الاختيار من المتعدد هناخد درجتها لوحدها كده نشوف هنجيب كم من 12 ونكتبها في التعليقات. وكمان سؤال تصويب ما بين القوسين هنشوف هنجيب كام من 7 أسئلة إجابات صحيحة ونحطها في التعليقات بإذن الله ونشوف نختبر نفسنا. I didn't use to play tennis but now I space. يلا نفكر يا شباب. السؤال الخامس عندنا سؤال تصويب ما بين القوسين. السؤال الخامس عندنا سؤال تصويب ما بين القوسين. يا ريت هناخد درجة السؤال ده كده زي ما هي ونشوف هنجيب كام من 7 درجات ونحطها في التعليقات نشوف كل واحد فيكم هيجيب كام. يعني نعمل تقييم ذاتي لكل واحد فينا. نشوف السؤال الأول كده. I didn't use to play tennis but now I space وجايب لي did. يلا نفكر يا شباب. تمام. do يبقى أنا لم أعتد أن ألعب تنس ولكن الآن طالما قال لي but now يبقى أنا بتكلم في المضارع but now I do. طبعا علشان إيه do هنا معناها أن أنا بعمل كده يبقى I play tennis بس بدل ما يقول play tennis حط إيه حط do. بدو هنا بنستغنى بها عن ايه عن play tennis بدل ما يقول but now I play tennis لا هيقول but now I do. تمام. في المضارع. Space you use to sleep early when you were young. يلا نفكر يا جماعة في السؤال ده. تمام. excellent. Did you use to sleep early. هل اعتدت ان تنام مبكرا. Did you use. طبعا use to sleep او used to sleep اعتاد ان ينام. لما باجي اسال سؤال بحط did هل اعتدت يبقى did وبيجي بعدها الفعل في الايه في المصدر. did you use to هل اعتدت ان. طبعا والكلام ده في الماضي اللي عرفني انه في الماضي عشان الاستراكشر الاخير when you were young. بعدين جايب لي في رقم 3 وجايب لي can you buy this mobile if you had money. يلا نفكر يا شباب. تمام. excellent. كل اللي اجاب could اجابه صحيحه. Could you buy this mobile if you had money. ليه يا جماعة جبنا could هنا؟ لأن دي القاعدة الشرطية التانية. بتقول إيه القاعدة الشرطية التانية؟ if
دايما بيجي بعدها ماضي بسيط. if you had money، had الماضي من have، تمام؟ يبقى if دايما بيجي بعدها ماضي بسيط، يبقى على طول دي القاعده الشرطيه الثانيه. طيب الناحيه الثانيه بقى اللي هي احيانا بتكون قبل if، بنحط يا اما would يا اما could يا اما might زائد الفعل في المصدر. طبعا هنا انا جبت could ليه؟ علشان جايب لي كان بين قوسين. طب لو جايب لي will كنا قلنا would، تمام؟ لو جايب لي may تبقى كنا قلنا might، خلاص؟ يبقى انا عندي هنا القاعده الشرطيه الثانيه بتقول اف زائد ماضي بسيط في سؤال الشرط، جواب الشرط بيكون could زائد المصدر او would زائد المصدر او might زائد المصدر. if I space a pilot I would travel everywhere. يلا نفكر كده في السؤال ده يا جماعه. تمام، سامع حد بيقول دي القاعده الشرطيه الثانيه برضو. يلا نفكر كده. I would، انا عرفت انها قاعده شرطيه ثانيه من الايه؟ من جواب الشرط I would travel، would زائد المصدر. يبقى if I were a pilot، لو انا كنت طيار، لو انا كنت طيار انا كنت هطير في كل مكان. بس الطبيعي ان انا مش طيار، احنا عارفين ان القاعده الشرطيه الثانيه بتستخدم للتعبير عن جمل تخيليه. هنا انا بتخيل ان انا طيار، فبقول لو انا كنت طيار كنت هطير في كل مكان. طيب لاحظ استخدام وير مع اي ومع يو ومع هي ومع شي ومع ات ومع كل الفواعل، بستخدم وير. if I were a pilot، المفروض كنت قلت if I was، الافضل اقول if I were a pilot. if we space more time we would visit the museum. نفكر كده يا شباب، هديكم 3 ثواني. تمام، if we had more time، لو كان عندنا وقت كفايه او وقت زياده كنا هنزور المتحف. اللي عرفني ان دي القاعده الشرطيه الثانيه وجود would زائد المصدر في جواب الشرط، يبقى بعد if لازم اجيب ماضي بسيط، الماضي من have هو had. if we bought، برضه سامع حد بيقول دي القاعده الشرطيه الثانيه. يلا نفكر يا شباب. ايوه تمام، we would save a lot of time، لو احنا اشترينا هذه الاله كنا هنوفر الكثير من الايه؟ من الوقت. يبقى we would save، يبقى دايما if ماضي، يبقى الناحية التانية would زائد المصدر، دي القاعدة الشرطية التانية. those farmers space وجايب لي move of if there was another flood. if جاي بعدها there was ماضي بسيط، يبقى الناحية التانية ايوه would move، يبقى would move. those farmers هؤلاء الفلاحين would move كانوا سينتقلوا لو كان هناك فيضان آخر. تعالوا نكتب بقى نشوف جبنا كام من ال7 درجات دول في التعليقات وبكل أمانة. السؤال الأخير عندنا سؤال الباراجراف، عايزني أكتب ريفيو عن electricity، الكهرباء. اكتب 110 كلمة عن electricity. طبعا عشان نكتب باراجراف كويس هنيجي على جنب كده ونكتب الأفكار بتاعتنا، والأفكار دي نحولها إلى جمل، والجمل هنحافظ فيها على علامات الترقيم. يعني نبدأ كل جملة بحرف كابيتال ونختمها بنقطة، حافظ فيها على السبيلنج يكون سليم والجرامر يكون سليم، تمام؟ الثلاث حاجات دول مهمين جدا واحنا بنكتب اي جمله. وطبعا الباراجراف المتوقع ليكو او المقترح هو ده، انا سايب فراغ في اول سطر بس، طبعا بنصحكم ان انتوا تسيبوا فراغ صغير في اول سطر، تمام؟ في عندي جملتين افتتاحيتين ينفعوا يتحطوا لاي باراجراف. first of all، الجمله الافتتاحيه الاولى، first of all، اولا، I think this topic is very important، أنا أعتقد إن هذا الموضوع مهم جدا. الجملة الافتتاحية الأولى. الجملة الافتتاحية الثانية، in this paragraph، في هذا الباراجراف، I am going to write، أنا سأكتب a review، مراجعة نقدية، about، عن، وأكتب عنوان الباراجراف اللي عندي. الباراجراف عنوانه electricity، يبقى about electricity. طبعا هبدأ بعد كده في جسم الباراجراف، there are a lot of sources of energy، يوجد العديد من مصادر الطاقة. In my opinion، في رأيي، electricity is the most important source of energy، الكهرباء هي أهم مصدر للطاقة، تمام؟ That can be produced from other sources of energy، التي يمكن أن تنتج، can be يمكن أن تنتج، produced from other sources of energy، من مصادر أخرى للطاقة، like مثل coal الفحم، natural gas الغاز الطبيعي، oil البترول، and nuclear power والطاقة الذرية. the energy sources اللي هي مصادر الطاقة we use to make electricity التي نستخدمها لعمل كهرباء can be يمكن أن تكون renewable or non-renewable، ممكن تكون
متجددة وممكن تكون غير متجددة. But electricity itself is neither renewable nor non-renewable. ولكن الكهرباء نفسها ليست متجددة ولا هي غير متجددة. Electricity plays an essential part in our society today. الكهرباء تلعب دور أو جزء مهم, essential part يعني جزء مهم في مجتمعنا اليوم. Society بمعنى مجتمع. It's used in our hospitals. تستخدم في مستشفياتنا. Banks, البنوك, homes, المنازل, and cars, والسيارات. I think we couldn't live without it. أنا أعتقد أن إحنا لا يمكننا العيش بدونها. Some of the stations, بعض المحطات, run on the power of fire and steam. تعمل بقوة النار وبقوة البخار. While others, بينما آخرون, run on, تدار بواسطة the power of the wind, قوة الرياح, or falling water, أو المياه المتساقطة, falling water. Some even, بعضهم حتى, use the power of the sun, تستخدم طاقة الشمس, alone بمفردها, to create electricity. To create electricity, لكي تكون أو تنشئ أو تخلق الكهرباء. Although, على الرغم من, there are many different ways of getting electricity, على الرغم من أن هناك طرق عديدة وكثيرة للحصول على الكهرباء, we should save it, يجب أن ندخرها. وبكده أحبتي نكون وصلنا لنهاية امتحاننا. عايزين نعرف انتوا جبتوا كام ان شاء الله في الامتحان ده. ياريت تكتبوا لي درجاتكم في التعليقات, واي اسئلة انا برحب بيها اكتبوها لي في التعليقات اسفل الفيديو. ان شاء الله بمجرد ما هشوفها هرد عليها باذن الله. وتعالوا مع بعض ندخل على الكويز اللي انا عارف ان في ناس كتيرة مستنياه. Today's quiz, وهو عبارة عن 3 اسئلة تصويب ما بين القوسين. طبعا الاسئلة بتاعتنا زي ما انتوا عارفين هي اسئلة اوائل طلبة, فياريت الكل يركز وهو بيجاوب عليها. I used to be fat, but now I, وجايب لي not. If you ate more sweets, you, وجايب لي have bad teeth. If I space in trouble, would you help me? أتمنى إن شاء الله إن كل أصدقائنا أصدقاء القناة يوفقوا في الإجابة عن الـ3 أسئلة معا. ما تنسوش كتابة الاسم والمنطقة اللي أنتوا منها. وانتظرونا بمشيئة الله في الفيديو القادم, فيديو التكريم, ويكون امتحان على الوحدة العاشرة. انتظرونا في الفيديو القادم, وحتى حينها أترككم في رعاية الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.